مقاومو الأمس هم ديمقراطيو اليوم، وديمقراطيو اليوم هم الصورة الحقيقية لمقاومي الأمس، عبارة اختصر بها رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مسيرة المقاومين في القوات كما مستقبل الحزب. فمنذ العام 1991 وضع التصور الأولي للنظام الداخلي، وكان يفترض أن يقر في خريف 1994، إلا أن يد الغدر كما قال جعجع كانت أسرع. ثم خرج الجيش السوري من لبنان، وخرج جعجع من سجنه الصغير لينكب مجددا على تشكيل لجنة إعداد وصياغة للنظام الداخلي، وليؤرخ التاريخ معها بداية مرحلة جديدة من تاريخ حزب القوات اللبنانية. وتابع الحزب عمله ورفع مسودة أولى إلى الهيئة التنفيذية لإقرارها عام 2010 لتوزع على الهيئات الحزبية في لبنان وبلاد الاغتراب، ثم تسلمت الهيئة الملاحظات وتم اعتماد مسودة ثانية أقرت بعد إدخال كل التعديلات عليها في العام 2011. الدكتور سمير جعجع وأمام حشد سياسي وإعلامي وحزبي غصت به قاعة معراب، عاد بالذاكرة إلى كيفية انخراط القوات بمسيرة الدولة في أواخر الثمانينات. وعندما اتخذت القوات قرارها استراتيجي بالموافقة على اتفاق الطائف، لم يكن البعض ليتوقع أن تنجح القوات باستنباط سلاح أنجح من السلاح الذي تخلت عنه. فظن هذا البعض أن قوات من دون سلاح لن تكون القوات، إلى أن استحال القلم وسلاح الموقف في يدها أقوى من أي سلاح. وها هي اليوم تتقدم مسيرة التغيير والديمقراطية النابضة من خلال إقرارها نظاما داخليا متطورا تطل من خلاله بحلة ديمقراطية متجددة. وإلى السياسة دخل جعجع ليؤكد من جديد أن الحكومة التي شكلت أقل ما يقال فيها إنها حكومة الأنظمة البائدة. ما يؤسفنا فعلا في هذا الإطار هو أنه في اللحظة ذاتها التي يبدأ فيها تحول تاريخي بنيوي عميق في المنطقة كلها، نرى لبنان يعود خطوات إلى الوراء من خلال ممارسات رسمية غير مفهومة انتهت بتشكيل حكومة أقل ما يقال فيها أنها حكومة الأنظمة العربية البائدة. فكيف لنا نحن كلبنانيين أن نفسر مثلا خطف مواطنين غير لبنانيين على أرضنا وإعادتهم إلى بلادهم فقط بسبب آرائهم السياسية وبعيدا عن كل أصول إدارية وقضائية وقانونية مطلوبة؟ كيف لنا أن نفسر اعتقال بعض الهاربين من أهوال الثورات والمآسي وإعادتهم قسرا إلى بلادهم حيث قد ينتظرهم الموت المحتم؟ وكيف لنا أن نفسر موقف لبنان في مجلس الأمن والذي يبدو بشكل أو بآخر وكأنه يسلم بما يجري من قمع دموي في أكثر من دولة عربية؟ كيف لنا أن نفسر قيام حكومة في هذه اللحظة الحاسمة أقل ما يقال فيها أنها حكومة وصاية غير منقحة ومن جديد؟ خير دليل على ذلك ما صدر فورا عن بعض أقطابها والمشاركين فيها من إسفاف وتهديد بالإبعاد والنفي ولو بالإنجليزي والتهويل بزج المعارضين في السجون والتلويح بالاقتصاص من كل آخر وباقتلاع كل من ليس مطواعا بين أيدي النظام العربي البائد من الإدارات العامة. مهلا يا إخوان، مهلا. حتى في عز أيام الأنظمة العربية البائدة لم يرضى الشعب اللبناني ذلا وقهرا، فهل تنتظرون منه أن يقبل بذلك الآن؟ كلا، وألف كلا، وألف ألف ألف كلا. وباسم قوى 14 من آذار، اعتبر النائب السابق سمير فرنجية أن الجهد الذي قامت به القوات لم يكن ليحصل لو لم يقم الحزب بالبحث عن مشروعية سياسية في حاضرة ثورة الأرز، في حين لا يزال البعض الآخر يقوم بنبش القبور بحثا عن مشروعية مفقودة. أما في السياسة فلفت فرنجية إلى أن الدولة ما زالت منقوصة السيادة وتديرها سلطة لم تتبلغ بعد أن العالم قد تغير وأن لا وصاية بعد اليوم.